نرجع لها تاني. نروح لزميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر. يا حود مشرف ومنور كالعاده. كل تحيه ليك اكيد يا كريم، وكل تحيه لضيوفك الكرامه اكيد، يعني ياسر وابراهيم حبايبنا. ومعايا بقى كريم اشهر مشجع في المونديال، بس هو بيزعل لما اقول له اشهر مشجع في المونديال. انا معايا اشهر مشجع في العالم. بالضبط. عامل ايه يا عبد الله؟ اهلا وسهلا يا حبيبي، امسي عليك وعلى الساده عندك في الاستديو والمشاهدين كل حبيبي يا عبد الله. محمود محمود انت جاوبني الاول. محمود الاول عرفنا ليه هو اشهر مشجع في المونديال. خد السؤال الثاني. طيب هم بيسالوني بس يا عبد الله في المايك، عاوزين نتعرف بيك الاول، انت جيت امتى وكنت عامل حسابك تقعد لحد الاخر ولا جيت بس مباراه المنتخب السعودي؟ احكي لي كده عنك شويه. اخوك عبد الله العياده، انا لاعب خفه محترف واغلب يعني في العالم العربي يعرفوني، ولكن انا جاي عشان مباراه السعوديه والارجنتين وعملت معك بوم. انت اقسم بالله اني ما اذكر اني انا جيت شفت الكوري هذا ابدا. والله ما شفتوش يعني، ورحت واحتفلت واو من كامل، نمت صحيت اني بمشي كان جوالي طافي، شحنت وصليت كذا رجعت شغلت النوتيفيكيشن الاشعارات، انا رميت الجوال اخذت ركعتين عرفت، ولكن عرفت انه بعدها الحمد لله ضرب المثل. اكيد اكيد. وجالس من ذاك اليوم الى يومنا هذا. كريم والله يا كريم بجد، انا وانا واقف معاه ما بيكملش 3 4 ثواني وحد يدخل يتصور معاه، كل الراجل مش قادر يقف من كتر ما الناس بتصور معاه. فعلا محمود. انا داخل بتكلم معاه عاوز اعمل ستوري، فلقيته بيقول اشهر مشجع في المونديال. لا 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 لا، انا اشهر مشجع في العالم. عاوز اسالك سؤال ثاني، اكيد حزين المنتخب السعودي ودع بعد الاداء الاكثر من. لا انا ماني حزين، انا كل فخر وشرف. احنا قدمنا، احنا عندنا اقوى انجاز تاريخي في عالم العرب اللي هو كفوز على منتخب الارجنتين. احنا قدمنا مستوى اسطوري امام بولندا. مباراه المكسيك انا من بعد مباراه بولندا لما وانا فاهم كوره انه الكوره لما تعطيك ظهرها خلاص انتهى الموضوع، ولكن انا ماني حزين، انا رافع راسي في بلدي. اكيد اكيد. نعم. وميسي في الفاينل، وبالتوفيق للمنتخب السعودي. انا لابس الشال الارجنتيني. ليش؟ من يومين عزموني الرابطه الارجنتينيه عندهم، فرحت عندهم قالوا يا اخي احنا مستعدين قبل الجمهور كامل، انت واحد وما قدرنا لك، فلازم ان نسوي صلح بيننا. قلت خلاص شوف، اذا تاهلتوا الفاينل راح البس الشعار واحتفل معاكم، بس اقسم بالله ان طلعت لا لا الى 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 كاس العالم الجاي وانا اسالكم. انت كلمتك دي بقت ترند في العالم كله. انا اتشرفت بيك عبد الله واتشرفنا بيك اكيد. محمود يا محمود 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 اسمعني اسمعني يا كريم، معاك اساله خليه اديها تاني الجمله الشهيره. عاوز اسمع منك الجمله الشهيره بنفس الطريقه. اكسكيوز مي وير از ميسي. لا ما تفتش في جيبي، انا فتش جيوب الناس. بس بقول لك حاجه، والله الذي لا اله الا هو، انا حلفت وانا صادق عند حلفي انه لو كانت اي قناه ثانيه اني مشيت على التعب اللي انا انت شايف، ولكن لما قلت لي مصر انت حبيبنا انت حبيبنا ما اقدر اتعدى. والله الشعب السعودي جميل واحنا بنحبه كله. حبيبي عبد الله تشرفت بيك. شرف لي يا حبيبي عبد الله. شكرا لك. بس اكسكيوز مي طعميه. ماشي ماشي، مشجعين الكبسه برضه مفيش مشاكل. وين الكبسه؟ خلينا نكمل يا عم، خلينا نكمل يا حبيبي. الف ورده حبيبي عبد الله. شكرا. شفت يا كريم؟ طبعا الراجل بجد بجد ترند في العالم كله، يعني مش هنا بس، ترند في العالم كله. يا محمود اللقطه عظيمه جدا. بصوا حبيبي يا كريم، حبيبي يا كريم، نعمل لك احلى حاجه. قول لي استمتع مع النجوم الكبار قوي. لا ما انا عايز اسالك على حاجه بس قبل ما اختم معاك. قبل ما اختم معاك مش سامعك يا كريم. سامعني كده كويس؟ عايز قبل ما اختم معاك اسالك على الجمهور المغربي بكره مستني مواجهه فرنسا ازاي؟ توقعاته طبعا الجمهور المغربي، الجمهور المغربي زي ما قلت لك كلهم متوقعين ان هم يكسبوا المباراه بكره ومش هيروحوا حتى للاكسترا تايم. كلهم امل كبير جدا من النهارده. برضو بدات العربيات بقى بعد الماتش بتاع الارجنتين بالذات، وانا جاي هنا في المسجد بالعربيات، العربيات كلها بقى شغاله كلها علام المغرب وكلاكسات وهيصه، وبالذات في حته اسمها البيرل متجمعين فيها المغاربه والاغاني بتاعتهم.
وكلهم امل. بكره منتخب المغربي مباراه صعبه جدا جدا جدا، ولكن ان شاء الله عندنا امل كبير ان منتخب المغرب ان شاء الله يعمل، مش هقول بقى المفاجاه، احنا اتعودنا خلاص على المنتخب المغربي القوي جدا يا كريم، وان شاء الله بكره ربنا يوفقهم ونشوفهم في النهائي. صاحبك على شمالك الناس عماله تتصور معاه. يا محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما دايما لقطات عظيمه جدا منك، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر.